حتكون على جدول أعمال الرأي العام، ورح يتحقق بكل علاقاتك، وأصدقائك رح يصيروا أكبر أعدائك. رح تتعرض لضغط كبير سياسي من جهة وتجاري من جهة. اللي نصحوك تدخل بهالقطاع بتمنى يكونوا حاسبين هالحسابات. لساتني واحد من أكبر المعلنين يا داود بيك، وما بعتقد انك رح توقف ضدي. اما ضغط السياسيين، نحن من 50 سنة عم نتعاون معهم. اذا كان في عندي ثغراتي هني كمان عندهم. داود بيك، قراركن هاد قديش في اله علاقة باسكندر الكبير؟ اسكندر مو ند الي بالمرة، ند الكن وبس. وبلكن ما تركبوا بسفينة عم تغرق. بس مو نحن اللي بالسفينة الغرقانة يا صديقي، نحن وراها. المعلومات متسربة من جوا. نعرفت روحتي عضيعة من 3 أيام مو أكتر. سيدي، مين بده يسرب معلومة للمنظمة؟ معه حق، لازم يتحقق بعناية بهالوضع. العملية مو موجهة لشخصكم، موجهة للمؤسسة من خلالكم. وأنا هيك عم قول. المقدم إلهام. لحظة واحدة معلم، الولد هلأ صاحب المشفى، عم يخبروكم مثل ما حضرتكم أمرتوا. لنشوف لكن مين عاطيه الأمر. جايين نشوفه. طلب السيد قدرة، ضروري نلتقي بسرعة. أنا بأمرك معلم. بس فهمت ليش في عجز بميزانية الدولة. طبعا اذا بدك تقدم اكل فخم هيك للمحكومين بدك تغرق بالدين. معلم، حضرتك مو محكوم؟ محكوم مع مرض السكري هذا اللي عندي. انا محكوم ومؤبد كمان. تعال حضرة الرائد، تعال لشوف. تعال. في عندي خبر من قدرة بيك. العملية تنفذت وتحقق الهدف. الشخص المقصود مرعوب. متأكد؟ كيف صرت؟ ابني انا مو عدوك. مين كلفك بهالمهمة؟ اسمع يا ابني، وانت مسطح على هالتخت عم تتوجع، الناس اللي كلفوك مرتاحين ببيوتهم، بعدك باول عمرك، وانا واثق تماما انك بتستاهل احسن. اذا بتساعدني بوعدك اني رح كون واقف معك طول عمري بكل طاقتي وكل قوتي يا ابني. مين كلفك بهالمهمة؟ الحمد لله على سلامتك يا معلم. شكرا قدرة بيك. ما بقى ينعاش بهالبلد يا سيدنا، يعني الارهاب صار بحياتنا كل يوم، ما بتعرف مين رح يتقوص وامتى. وحضرتكن الوطن والشعب بحاجة الكن، لذلك بترجاك يعني يلي بيعرض حياتك للخطر يا ريت تبتعد عنه.
حاضر معلم. ايه والله اخي سلمون. اذا بدك فينا نشتغل سوا يا مورو. عم تحكي عن جد؟ انا شو بيفهمني بادارة الاعمال؟ انا ثوري محترف. ماشي بس هيك بتروح حالك. المنظمة بدها تقتلك والدولة بدها تحبسك. من طول عمرهم مو تاركينا بحالنا. انا بقول بيلزمك مصاري. شو ما بعرف هالحكي يا شامو؟ لسه لازمك مصاري. بعرف لازمني مصاري. في تحت ايدينا شباب كتير وكلن عيونن علينا وناطرين الثورة. ايه مو لازم يكون في مسؤول يعلمن لهدول الشباب؟ لازمن قائد يا مورو. لا شامو انت مفكر اذا بتقلي ثورة ببلع الطعام مرة تانية؟ هلا هيك طلع معك؟ مين بدك تروح هالمرة؟ شو قصدك يا مورو؟ شامو بلا لف ودوران. في حوالينا واحد عميل ومعه مصاري بتعمل ثورة كبيرة مو بس بتركيا وبالعالم كله كمان.